صباح النور عليكم، كديرين لاباس عليكم، اش اخباركم؟ حنا فقنا اليوم مع الصباح بكري وقلنا غنخرجوا نمشيو واحد البلاصه زوينه. ايوا ومع ما فطرناش جينا هنا الى هذه الكافيتيريا. هذه الكافيتيريات كاينين بزاف هنايا في الامارات، رخاصين بزاف ديال الهنود. غناخذوا باراتا والقهوه، نفطروا في الطريق ونمشيو. ها نتوما معانا، دابا نوريكم الفطور كيفاش داير. ها هي الباراطا البنات، بحال المسمن ديالنا تاع المغرب، درنا فيه الشيبس وهذا والجبنه. ها هي نديروا فيها جبنه كرافت وشيبس. طلبنا نسكافي عصير مع الباراطا، هذا هو فطورنا. طلبنا واحد كرك، هذا مشروب هندي كيكون بالحليب والزعفران. جيبوا لنا في هذا ديال سميتو تاع الفخار، غنجربوه. طريق خضراء البنات، ما صبات الشتا غزاله، شويه الفطوريه. تقريبا قربنا البلاصه اللي غادي ليها. شنو هذاك جمل؟ جمل ها هو وغادي يبان لكم. حنا نقربوا حداه، وقف في نص الطريق. شي حد خسر ركب، مالو مسكين واقف هكاك؟ واش مهرس ولا شنو؟ خليه على خاطرو. جمال كون عندنا شي حاجه كون عطينا اكله. هو اش ها استاذ غتحيد من الطريق ولا مسكين ما قادرش يتمشى هذا الراجل. انا مرات يعني شفنا هذا كامل مسكين، وبعدين افتر مش عارف اي احنا تهنا يا عيال.
اخيرا وصلنا. انا راه ما شايفه والو مع الشمس وكنصور. جينا لهاد البلاصه كيدير فيها الكواد. انا مش بابا دابا ركبنا معايا خاصنا ما عرفتش هنايا غنجبناهم غادي يلبسهم هذا الخوذة ويعطيهم الموطور ويدربهم يوريهم كيفاش غادي هذا يركبوا. كاين حتى الكبار وسميت كلشي ماشي غير صغار. زوينه هاد البلاصه هادي. هنايا كاين كراسه كتبقى تفرج فيهم. مرام هذا صلاح هو مشى باقي ما دارش مازال اول مره حيت اول مره باقي مضاشر. غادي على كتوصل البيض خايفه يترس. صلاح راه استعمل هو صلاح في هذه الفيها. الدراري درنا لهم نص ساعه كل واحد جوجهم ب 70 درهم. الصراحه ما غاليش بزاف. واحد النصيحة جيبوا ليهم الصباعات لأن أنا ما لقيناش صباعات، لقينا قياس غير كبير. وضروهم ساكن يديهم، طابوا ليهم يديهم. قال لي صالح ماما راه ضرتني يدي، وفعلا مع داك سميتو كيبقى بيديه بحال اللي طابت ليه. جيبوا ليهم غير الصباعات، هذا هو المهم. واخا يكونوا غير صباعات ديال الصوف غير باش يحميهم شوية وصافي. هاد البلاصة هادي نيت تابعة لهنايا نتاع هاد المنطقة سميتها واحد الصحراء لتأجير هادشي ديال هاد المطار وهاد الكواد. هنايا هاد البلاصة تابعة ليهم فيها مسجد وكافي وداكشي ألعاب زويونة. قلنا ندخلو هنايا نشربو شي حاجة بعد ما لعبو الدراري إيوا صافي. ها نتوما معنا وفيها منطقة الألعاب تاع الدراري الصغار تا هما. لعبو شوية فاتا مخيمات، كيديرو تا مخيمات اللي بغا يجلس في البر يومين ولا تلات أيام ولا شي حاجة. فيها واحد الحديقة ديال الحيوانات هنايا صغيرة. هاهي كاتبين هنايا زو. تعال نشوف هاي مرام حديقة زو زو. لكن ندير فيها يمكن غير طيور. سحلني شي حاجة أخرى ياكل. شوف غير طويرات بحال هكا حمامات وداكشي. سلحفات هاي السلحفات او قريض قريض. صالح شوف 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 قريض شوف قريض. داك ياخذ لي التليفون. شوف باين ولا ما باينش او براحتك.
هذا فتح باب. بغى شي حاجه، بغى ياكل مسكين، شي يدير يديه. عندك شي حلو؟ ما كاينين الحمام. يا تعال خلاص، بالله هذه نعامه عندك، ما تقربيش. لا تعد هذيك، انا كنت داير في الشادو. شنو هذا الطاووس؟ طاووس جالس فوق الكواد. كم واحد؟ بزاف تبارك الله. بلاصه ديال الالعاب هنايا. خليتهم يلعبوا، جيت انا نجلس هنايا شويه مقابل مع هاد البلاصه. هادي فين كيلعبوا الدراري بالكوات. هاد البلاصه ني تابعه لهذيك البلاصه اللي كنا فيها الاولى، حداها في جنب انيس. هنا غنكون وصلت لنهاية الفيديو ديالي، كنتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش من لايك والاشتراك ومن التعليقات الزوينة ديالكم ومن الشير. مع السلامة.